Welcome back, my students. Part 2, عدنا تاني. في part 1 كنا واقفين عند mysterious. قلنا mysterious يعني شيء غامض. Like what happened, زي اللي حصل مع الولاد في الكهف. قلنا they found treasure chest اللي هو full of valuable things. لما لقوا الكنز وقالوا دي حاجة ايه؟ It was mysterious, كان شيء غريب طبعا. And they couldn't explain it, ومش لاقيين له أي شرح. Okay? طيب. After that, بعد كده, site. Site is a noun. A place where building used to be. يعني هو عبارة عن مكان حيث البناء. المكان اللي بقى فيه ايه؟ عملية البناء. Or where something happened. أو المكان اللي حصل فيه الشيء. Like if I say, لو أنا قلت مثلا, this site is the place where the crime is. يعني الموقع ده هو مكان حدوث الجريمة. After that, بعد كده عندنا strange is adjective, هي صفة. Something unusual and difficult to understand or explain. يعني حاجة أنا مش عارف أفهمها وصعبة جدا إني أشرحها. So strange بمعنى غريب. طيب هنا بقى دي موضوع الديفينيشنز الموجودة عندنا. Listen and repeat. وانا هقراها وتكرروها. ها معايا كده يا اولاد. Ancient artifact. Evidence. Fascinating. Investigation. هنا mysterious site strange. طيب معايا كده بعد اذنكم هتفتحوا معايا البوكلت اللي معاكم. لا صح طبعا ابدا. طيب here we complete lesson 2. We will explain how can we get adjective from the verbs. يعني ازاي يا اولاد نجيب الصفات باضافه معينه من الverbs. Before قبل كده خدنا حاجه اسمها البريفكس. Prefix عباره عن we add a syllable يعني مجموع حروف before or at the beginning of the word يعني قبل الكلمه. But today we are going to take suffix. Suffix. يعني suffix. Suffix عبارة عن some letters or syllable we put at the end of the verb. ونحطها في آخر الفعل ليه؟ To get adjectives. عشان نجيب منها الصفات. For example, like here قدامنا كده. The verb اللي هو accept. Accept بمعنى يقبل. هنا نقدر نقول something is acceptable يعني مقبول. Acceptable مقبول. هنا comfort is يريح. I want to comfort the students. أنا عايز أريح الطلبة مثلا. So I will give them something comfortable. يعني comfortable. If I sleep لو انا نايم I will say مثلا this bed is comfortable يعني السرير ده مريح. After that بعد كده عندنا reason بمعنى يسبب او يعقل. Okay so reasonable دي ليها معنيين. المعنى الاول ان هي حاجه بمعنى معقول. الحاجة الثانية اللي هي the price is good يعني الثمن معقول اللي هو رخيص الثمن. So I can buy it. أنا أقدر أشتريه. هنا advice بمعنى ينصح. So advisable بمعنى منصوح به. Like if I ask you about a film to watch لو أنا بطلب منك مثلا على اسم فيلم تنصحني بيه فانا هقول لك مثلا ان الفيلم ده ادفايزبل منصوح بيه يعني اي حد بيقول لي عليه بقول له خلاص الفيلم ده جميل جدا فده ادفايزبل منصوح بيه يعني. Believe to
know that something is true. اللي هو ايه؟ يصدق. Believe, يصدق. Believable, something you can believe. يعني حاجة بقدر أصدقها. يعني you can understand it. أنت فهمها كويس. Believable بمعنى مصدق به أو معروف. Use بمعنى يستخدم. وإحنا عندنا أي فعل. Sorry. هنا يا ولاد عندنا when the verb ends in e لما الفعل ينتهي بـ e we remove the e احنا بنشيل letter e and add able ونحط المقطع اللي هو able يعني like in advice we believe we use so use is usable يعني قابل للاستخدام we can use it okay دي مجموعة الادجكتيفز اللي موجودة عندنا so goodbye and see you in the next part of the unit طيب قبل ما ننهي يا اولاد البارت ده we will try to answer with you some examples in your booklet page 22 هنفتح مع بعض صفحة 22 22 okay وهحل معاكو three examples and I will leave you the rest is homework هسيب لكم الباقي homework تحلوه مع بعض وبعد كده انا هبعت لكم الاجابات دي تتاكدوا اذا كان حلكم صح او لا وتقيموا نفسكم طيب معايا كده يا اولاد number one no one could explain or understand it بمعنى ان ما فيش حد قادر لا يشرحه ولا يفهمه so it's a فده هيكون ايه هل هو newspaper ولا map ولا book ولا mysterious طبعا دي حاجة ايه غامضة فكلمة غامض هنا بمعنى ايه mysterious طيب number two the doctor space my father to stop smoking يعني الدكتور عمل ايه مع بابا عشان يتوقف عن التدخين هنا في accepted advised believed preferred فدي طبعا اكيد من الدكتور advice لماي فاذر نصيحة البابا فهنختار طبعا مين advised number four the price of the laptop is يعني سعر اللابتوب بماله هل هو usable يمكن استخدامه ولا comfortable ولا reasonable ولا advisable طبعا هنا هنقول ايه السعر معقول we can buy it يعني نقدر نشتريه فهنختار reasonable okay طيب هتحل انتو page 22 و page 23 then I will send you the answers هبعت لكم المودل انسر بتاعكو وتشوفوها وتأكدوا من ان حلكم صح او لا see you in the next part ان شاء الله best wishes